بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة في الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في مجال العقيدة الإسلامية، عنوان درسنا أركان الإيمان. سوف نتعلم في هذا الدرس اليوم ترتيب أركان الإيمان حسب ورودها في النصوص الشرعية، التفريق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، أهمية أركان الإيمان. أرجو منكم أن تستمعوا إلى النص بدقة تامة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد أن قرأنا هذا النص أو هذه الآية من كتاب الله عز وجل، لو الآن سألت سؤالا، كم ركنا من أركان الإيمان تضمنته الآية الكريمة؟ سوف تجيبون بكل تأكيد عندما نقرأ هنا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أربعة أركان تضمنتها الآية. ما هذه الأركان؟ الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. الآن لو قلنا الآن ما معنى الإيمان، أو ما هو تعريف الإيمان؟ التعريف هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. يعني كل التصديق في القلب هو مقره القلب، ولكن لا يكفي ذلك، وقول باللسان أيضا وعمل. لذلك يجب أن تجتمع هذه الأشياء الثلاثة من أجل أن تسمى إيمان: تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. لذلك أعزائي الطلبة، أركان الإيمان ستة كما جاءت في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لاحظوا أننا في الآية قلنا تضمنت الآية أربعة أركان، ولكن عندما جئنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت ستة أركان. لذلك أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة. أول هذه الأركان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، أيضا الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. لذلك في نهاية هذه الفقرة أنظم مفاهيمي، وقد لخصت هذه الأركان. قلت: أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر خيره وشره. أعزائي الطلبة، بعد أن انتهيت من أركان الإيمان عددتها وبينت مفهومها، الآن آتي إلى معنى الإسلام. لاحظوا تعريف الإسلام: هو توحيد الله وطاعته، هو توحيد الله وطاعته، أو أستطيع أن أقول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. الله، قل هو الله أحد، الله واحد لا شريك له. والله عز وجل هو المستحق للعبادة. العبادتنا، صلاتنا، زكاتنا، حجنا، كل هذه العبادات هي لله سبحانه وتعالى. فعندما نصلي ونصوم، وعندما ندعو، من ندعو؟ ندعو الله سبحانه وتعالى. لذلك أعزائي الطلبة، لاحظنا أن أركان الإيمان ستة ولكن أركان الإسلام خمسة. ما الدليل على ذلك؟
ما هو من أين أتينا بذلك؟ أتينا من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال بني الإسلام على خمس. هذا بناء الإسلام بني على خمسة أركان. هذه الأركان الخمسة: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه هي الركيزة الأولى، هذا هو الركن الأول الذي قام عليه الإسلام، وإقام الصلاة أن تقيم الصلاة، وإيتاء الزكاة أن تؤتي الزكاة، أن يعطيها الأغنياء للفقراء، وصيام رمضان أن نصوم شهر رمضان الذي فرضه الله علينا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أو من استطاع إليه سبيلا. الحج دائما يجب على المستطيع والمقتدر ولو مرة في العمر. لذلك أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لذلك في نهاية الكلام عن أركان الإسلام ألخصها: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لذلك وضعت لكم نشاطا من أجلي، وضعت هذه الكلمات، أريد منكم أنتم في البيت أن تضعوا الكلمة في المكان الصحيح. وضعت هنا أركان الإيمان، وضعت هنا أركان الإسلام، أنت تختار أركان الإيمان، الإيمان بي تختار الكلمة المناسبة، وكذلك أركان الإسلام أيضا أن تضع الكلمة المناسبة من هذه الكلمات التي عندك. نعم. وفي نهاية درسي هناك تقويم سوف أرسله لكم على القناة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.